هل تبغى اقول شيء يا ابو فزاع؟ انا افداكم سام 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 حاجتين بسيطه. اولا يا طلع عمر، فمثل ما تفضلتوا يعني انتم عرجتوا على البيوت القديمه وقلتوا كيف شفتوا بيوتكم يوم دخلتوها؟ كيف يسكنونها؟ الا الحين بعد 20 ولا 30 سنه رحنا لبيوت ابائنا ونبغى نشوفها. يعني تفاجات صراحه شيء ما يا طلع حس نفسي طلع عمرك السقف انه قريب، واقول كيف الناس كانوا يدخلون مع الباب هذا والمساحة ضي، حسيت كأن الدنيا طلع عمرك باقت مكان باقت بيانا لأنك تعودت على وسع البيت. أيوة تعودت على وسع البيت. أيوة وأنا خابر أبو سيف إن إحنا كنا عايشين حنا وضيوفنا. أحكي لكم عن بيت الوالد الله يجعلهم بالجنة اللي عاشوا في هذه البيوت، والله إنهم جملوا فيها وإنهم حصلوا فيها صدقة وإنهم حصلوا فيها وسعة وأكثر عزائم وأكثر دخول وطلوع من جدك يا رجال، حصلوا فيها العلوم الزينة كلها. جملوا من القريب وجملوا من الأسرة وجملوا من القبيلة وجملوا من الضيف اللي يأتي الضيف والله ما ندري من فين جاء. تخبر إحنا على خط الحجاز زمان على جبال السروات يجونا طول العمارك اللي يجون من الهند ومن باكستان واليمن يسمونهم العصبة. يجونك 20 30 40 اصلا والله انهم ان شاء الله الى خير واجدادكم وابوانكم هذا صح. الله اكبر. الا البيت يا طول العمار اللي كنت اخبره هذا، يعني اقول لكم ايش اللي يحصل في البيت قدام اعلمكم كم هي المساحة. البيت هذا عبارة عن غرفة في اخرها من هناك يا طول العمار عمرك يطول أيوة. أي. زي المشب كذا فيه التنورة والميفة وفيه مشب صغير كذا تسوي الوالدة الله يجعلها بالجنة عليه طال عمرك إذا تسوي عصيدة ولا تسوي طال عمرك مقرص، وفي جنبها تنور تسوي فيه الفطير مثل التنور اللي سوينا فيه. الله أكبر. نعم وله باب صغير كذا طال عمرك لو تجيب تيس العين عيلة يعدي منه صديق والله يضيق يا ابو والله اسمه والله يعدي على قد على قد والله يعدي لكن اليوم انه ما يعدي تعود والناس وهنا يا طال عمرك في صلل في صلل زي ربع هذا الوالد يسوي فيه قهوته ويجلسون الناس اللي جاهم سيرين. لكن ايش اللي يحصل في هذا؟ انا اذكر طال عمرك فيها خالي الله يجعله في الجنة يجينا من مسافة بعيدة الجمعة عندنا المسجد جمعة جنب والقبائل الناس اللي حوالينا يصلون في المسجد هذا. خالي هذا طال عمرك راعي يعني راعي رحم وراعي طال عمرك سؤالا عن الأسرة ويحبني يدور على خواته بالذات. هذه أمي طبعا هي أخته فما يتركها كل جمعة يجي يسلم عليها يزورها لكن يجيها بدري الساعة 9 هو موجود. إذا تقهوى وكان أفطر أو ما أفطر قالت أقول لك يا أحمد سميه أحمد هو خالي أفرش لك في البراد هناك تروح تبارد. قال طيب أفرشي لي فين تفرش له؟ في طرف البيت هذا اللي بعلمكم كم مساحة في حر وفي برد وتشوف مثل ما قال أبو سيف كم هذا المساحة. فرشت له فراش هناك ونام لي أذن المؤذن راح المسجد راح توضى. البيت هذا اللي فيه صلاة وفيه مشب وفيه طال عمرك حر وفيه بارد فيه الضيف هناك كم هو؟ مترته انا والله سبحانه وتعالى لا يواخذنا يمكن تزيد سنتيات مترات او تنقص 1.80 في 2.30 هذا المجلس كله هذا البيت الكامل اللي فيه طال عمرك صلاة وفيه طال عمرك مشب وفيه طال عمرك جلسة ضيوف وفيه اغراضنا وفيه الضيف اذا جاء فرشت له اخته قالت له روح في البراد هناك. وين البراد؟ في مترين هذه كم يا ابو سليمان؟ 2.30 في 2.80 بالضبط. العظمة لله هذه ما تكفي الواحد الله يجعلهم الجنة. لكن والله يا ابو سعد ولا يهون الرب انهم حصلوا فيه السعادة الخطر الزينة والصدقة والاجر. حتى لو الضيف اللي ياتي طال عمرك ياتي يسوي اصلحوا له من 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 قلة والضيف في حاجة سواء انه ضيف ولا انه طرقي.